بصي بقى يا فرح، انا مش عايزاكي تفتكري الايام الغبره دي خالص، اوعي يا حبيبتي لحسن تتنكسي. وبعدين انا كمان مش عايزاكي تقعدي كل شويه تلومي نفسك، ما تعمليش كده. اساليني ليه؟ ليه؟ عشان اللخبطه والعشوائيه اللي انت فيها دي مش انت السبب فيها، لا، اللخبطه والعشوائيه دي سبب فيها الاهمال اللي انت تعرضتي له لسنين طويله. اهمال البني ادمين، فهماني ولا مش فهماني؟ طالما حطينا ايدينا على المشكله نعرف نحلها عادي. مشكله ايه؟ الاهمال. ما انا بقول لك اهو يا فرح، ما تركزي معايا شويه، اهمال البني ادم، خدي بالك. انا عارفه كل الكلام ده على فكره، ادهم قالهولي بالحرف لما جالي هنا. ادهم قالهولك؟ هو في ايه؟ هو ما عندوش غير الكلمتين دول حافظهم وماشي يبيع بيهم ولا ايه؟ بس لعلمك، لا، دي نظرية أنا توصلت إليها لوحدي وبطولي، وأنا بقى اللي قايلها له. أوعى يكون اتجنن فعاله ونسبها لنفسه. هو أنتِ أدهم ما قالكيش أنا ممكن أخرج من هنا إمتى؟ وأنتِ مستعجلة على إيه؟ ما تاخدي وقتك. عشان زهقت وتعبت، أنا خلاص مخنوقة وعلى آخري. مش هفضل محبوسة هنا كتير. عرفي أدهم إن هو لو ما خرجنيش من هنا بالذوق هيجي في مرة هيلاقيني قاتلة البت اللي بره دي وهربانة. طب انتي كده وروقي في ايه؟ ما انتي مجنونه. مجنونه وتعمليها، وبعدين كنت قايله ان انتي عملتيها قبل كده، يعني اللي يعملها مره يعملها الف مره. اعملها الف مره وخرجت منها زي الشعره من العجينه. ازاي؟ قوليلي ازاي، عايزه اعرف. ازازه حاجه ساقعه، عارفه ازازه الحاجه الساقعه؟ عارفه ازازه الحاجه الساقعه دي، انا بشربها مع التلج. اشربها كده بتنزل تبرد على قلبي وتفرفشني وتنعنشني، مش هي دي اللي انت قصدك عليها؟ هي دي، قتلت بيها واحده صاحبتي كانت معايا في مدرستي القديمه. لا، دي حكايه تخوف. طب ما تحكي لي، احكي لي عملتي كده ازاي؟ جرى ايه يا فرح بقى وانت بتخبي عليا؟ احكي لي يا حبيبتي. كان في واحدة معايا في المدرسة القديمة اللي أنا كنت فيها، كانت بتغير مني قوي وما بتحبنيش، عشان هي كانت بتحب واحد زميلنا وهو ما كانش معبرها وكان بيحبني أنا ومعجب بيا، ومع إن هو ما كانش في دماغي خالص ولا شايفاه، بس هي بقى أصفرت عليا وبدأت تلقح بالكلام. وفي يوم وأنا داخلة الكلاس شوف بس بسرعه معاها ايه بنت الحلاق دي. خلصي بس بسرعه. بقول لك ايه، مش ناقصه وجع دماغ سيبيها. ايه ده؟ هاتي يا بت شنطتي في ايدك بتعمل ايه؟ لا انا ما هي ما عملتش حاجه على فكره. لا عملت وشايفاها وهي بتفتش في شنطتي. بتعمل ايه في شنطتي؟ في ايه يا ماما؟ في ايه؟ انت سخنه كده ليه؟ ما تهدي شويه. ايه دي يا بنت الحلاق كده؟ ايه دي بنت الحلاق؟ طب وحياة امي لو اوريكي بنت الحلاق دي هتعملي ايه يا ابني؟ هتعملي ايه؟ لا 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 مفيش يا حبيبتي، انت بس تقري المعوذتين وتقولي للمحامي قالهولك وان شاء الله خير. انت مفيش اطيب ولا حد منك. ودخلت في سين وجيم وحوارات ومحاكم. فؤاد اتصرف، انا بنتي مش هتتحبس. ان شاء الله خير ان شاء الله خير. انا قلت لحضرتك كل اللي عندي. عاوزة تقولي حاجة تاني؟ لا. وفي لحظة بقيت متهمة في قضية قتل. واتحكم عليا بسبع سنين. قضيت منهم ست شهور في الأحداث. كانوا أصعب ست شهور عدوا عليا في حياتي. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.